نتكلم عن ليسون 4 في يونت 1 اللي هو اخر ليسون في اليونت، وهنكمل فيه موضوعنا عن الماجنتيزم. طيب النهارده هنتكلم عن ماجنتيزم اند الكتريستي. يعني ايه ماجنتيزم اند الكتريستي؟ يعني هنتكلم عن الريليشن بتوين الماجنت اند الكتريستي. احنا كنا درسنا الماجنتيزم الليسون اللي فات، وكلمنا ان هي نوع من انواع الانرجي، وكلمنا السنه اللي فاتت عن الالكتريستي، وقلنا برضو ان هي نوع من انواع الانرجي. فالنهارده هنشوف ايه هي الريليشن بتوين ماجنتيزم اند الكتريستي. ده اللي احنا هنعرفه في الليسون ده. طيب هنبتدي اول حاجه، ايه هي الريليشن بتوين الماجنتيزم اند الكتريستي؟ ايه اللي جاب الماجنتيزم للالكتريستي؟ اولا الالكتريك كارنت، اللي هو الالكتريك كارنت اللي هي الكهرباء اللي بتبقى ماشيه في الالكتريك واير السلك دي، ليها ماجنتيك افكت. ماجنتيك افكت يعني اكتنج از ا ماجنت. طيب مش بس كده، ده كمان الماجنتيزم منها نقدر نعمل جنريت للالكتريستي. يعني لو انا عندي ماجنت اقدر استخدمه في اني انا اطلع الكتريستي. يس. طيب تعالوا نشوف ده ممكن يحصل ازاي. اولا احنا عايزين نثبت ان في ماجنتيك افكت للالكتريك كارنت. يعني ايه ماجنتيك افكت للالكتريك كارنت؟ يعني ان الالكتريك كارنت اللي ماشي في الالكتريك واير ليه افكت از ا ماجنت بالظبط. طيب هو ايه اللي هيحصل لو انا قربت من كومبس، قربت منها ماجنت؟ يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان الكومبس اصلا فيها نيدل ماجنت، صح كده؟ جميل. طيب لو قربت ماجنت بقى عادي للكومبس هيحصل ديفليكت، هتحصل حاجه اسمها ديفليكت. يعني ايه كلمه ديفليكت؟ يعني ان الماجنت هيأثر على الكومبس دي، عشان هما اتنين ماجنت، واحنا اتفقنا ان اللايك بولز ريبل والان لايك بولز اتراكت. ففي كل الاحوال لو قربت ماجنت من كومبس ده هيخلي النيدل ماجنت اللي جوه الكومبس يتحرك. ده هيحصل فعلا لو قربت ماجنت. طب لو قربت الكتريك واير جواه الكتريك كارنت، يعني سلك كهرباء ماشي فيه الكتريك كارنت عادي، اللي هيحصل ان المفروض لو هو فعلا ليه ماجنتيك افكت هنلاقي ان الكومبس برضه هيحصل لها ديفليكت، يعني كاني قربت ماجنت من الكومبس. تعالوا كده نشوف في الفيديو ده فعلا هيحصل ولا لا. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل الالكتريك واير لما قربته من الكومبس، اللي حصل ان النيد الماجنت اللي جوه الكومبس اتحرك، يعني حصل له ديفليكت. فبالتالي ده معناه ان الالكتريك كارنت هاز ماجنتيك افكت. تعالوا نشوفها تاني. شايفين الديفليكت اللي حصل لما قربت الالكتريك واير؟ الكومبس النيد الماجنت اللي جواها اتحرك. يبقى ده معناه ايه؟ معناه انه لما يجي يقول لي give reason when electric current pass through the wire that the compass sorry when the electric current pass through the wire، لما الالكتريك كارنت يعدي من السلك ده ايه اللي هيحصل؟ الكومبس نيدل هيحصل لها ديفليكت. طب ليه بقى؟ يعني جيف ريزن، هنقول له due to the magnetic effect of the electric current. يبقى لما يجي يقول لي ليه لو قربت الكتريك واير معدي فيه الكتريك كارنت هيحصل ديفليكت للكومبس نيدل، هيحصل ده علشان الماجنتيك افكت بتاع الالكتريك كارنت. تمام كده. طيب ازاي استخدمنا ده في كلايف ابلكيشن؟ يعني طيب اول حاجه تعالوا نتكلم عن اول جزئيه، ان انا من الكتريستي اقدر اشوف الماجنتيك افكت بتاعها. يعني لو انا عندي الكتريك واير ماشي فيه الكتريك كارنت اقدر احول منه حاجه لماجنت. يس اي كان. طيب ازاي؟ قال لك ده بجهاز اسمه الكترو ماجنت. من اسمه الكترو ماجنت، الكترو يعني الكتريستي وماجنت يعني ماجنتيزم. جميل. طيب ده عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن تمبرري ماجنت. يعني ايه تمبرري ماجنت؟ يعني ماجنت مؤقت، ما بيبقاش ماجنت الا في حاله ان في الكتريستي معديه في الايه، في الالكتريك واير. طيب فكرته ايه؟ فكرته ان انا لو عندي باتري، البطارية دي هي source of electricity، البطارية دي هوصلها بـ electric wire أو copper wire، سلك كهرباء. سلك الكهرباء ده
لما هوصله بالبتري هيعدي فيه electric current. طيب سلك الكهرباء او الكبر واير ده هبتدي اعمل له كويل حوالين روت ايرن نيل. روت ايرن نيل يعني ايه؟ روت ايرن نيل يعني ايرن نيل مسمار مصنوع من الروت ايرن او السوفت ايرن. ده نوع من انواع الايرن بيبقى عنده الابيليتي تو لوز اند جين ماجنتيزم ايزلي. يعني ايه؟ يعني اقدر اخلي الروت ايرن نيل ده احوله لتمبرري ماجنت اللي هو الالكترو ماجنت. فاشمعنى استخدمت روت ايرن مش اي مسمار عادي، مش اي نوع مسمار معمول من الايرن العادي، هو سوفت ايرن او روت ايرن؟ ليه؟ علشان هو عنده الابيليتي تو لوز اور جين الايه الماجنتيزم ايزلي. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا لو عندي باتري از سورس اوف الكتريستي هوصلها ب كبر كويل، هنسميه حاليا بقى كويل عشان احنا عملنا له كويل حوالين الروت ايرن نيل. هلاقي مجرد ما انا وصلت الالكتريستي يعني وصلت التو اندز اوف واير بالباتري، هلاقي ان الروت ايرن نيل ده اتحول لتمبرري ماجنت. يعني لو قربته لشويه مثلا بيبر كليبس او اي ماجنتيك ماتيريال، يعني ماتيريال عندها الابيليتي تو اتراكت تو ذا ماجنت، هلاقي انه الروت ايرن نيل ده هيعمل اتراكت للماجنتيك ماتيريال دي. يعني في الحالة دي هلاقي ان هو تحول لايه؟ لماجنت. ليه؟ علشان في ماجنتيك افكت للالكتريك كارنت اللي معدي في الايه؟ في الكبر كويل ده. طيب امتى الالكترو ماجنت يفقد الابيليتي بتاعته ان هو يعمل اتراكت ماتيريال؟ احنا اتفقنا ان هو تمبرري. يعني ايه تمبرري؟ يعني مؤقت. طيب امتى يبقى مش ماجنت؟ لو انا عملت كاتنج للالكتريك كارنت، لو قطعت الالكتريك كارنت يعني شلت السلك من الناحيه الثانيه مثلا من البتري، او شلت البتري خالص، فبالتالي الكبر كويل ده مش هيبقى ماشي فيه الكتريك كارنت، فالايرن نيل او الروت ايرن نيل مش هيبقى ماجنت. تمام كده؟ طيب ازاي نعمل ده في البيت؟ انا هجيب باتري زي ما احنا شايفين، باتري والكتريك واير او الكبر واير اللي هنسميه بعد كده كبر كويل، كويل عشان هنلفه على الروت ايرن نيل، وهوصله بالباتري. هو دلوقتي بيلف الكبر واير، سلك الكهرباء بيلفه على الروت ايرن نيل عشان يعمل كويل، يعمل كبر كويل. طيب هو ابتدى يلف اهو. طيب لفناه على الروت ايرن نيل، وهنبتدي بقى ايه؟ نوصله بالبتري علشان يبقى فيه ايه؟ الكتريستي، واقدر اشوف الماجنتيك افكت بتاعها. طيب هو علشان بس الكبر كويل ده او السلك الكهرباء ده مش متغطي باللير من البلاستيك زي الاسلاك اللي عندنا، هو هيمسكه بس بحاجه ايه؟ عازله كده، شايفين زي ما مسك بالفوطه دي كده. طيب بعدين قربه من ماجنتيك ماتيريالز، يعني اي حاجه مصنوعه من الاربعه ماتيريالز اللي قلنا عليهم اللي هم الايرن والستيل والايه والكوبالت والنيكل، هلاقي ان هو بدا يعمل اتراكت زي ما احنا شايفين كده. البنز دي الدبابيس ابتدت تعمل يعني اتعمل لها اتراكت عن طريق الروت ايرنيل. هل انا في الحاله دي عندي ماجنت؟ لا، انا عندي روت ايرنيل وكبر كويل وايه وباتري، بس هي تحولت لماجنت. ليه؟ علشان في ماجنتيك افكت للالكتريك كارنت اللي ماشي في الكبر كويل ده. تمام؟ الشكل اللي انا شفته ده كله على بعضه اللي هو الباتري ومعاه الكبر كويل والروت ايرن نيل على بعض بنسميهم الكترو ماجنت، بنسميهم الكترو ماجنت. طيب ازاي انا ازود الابيليتي بتاعه الالكترو ماجنت ده اخليه الاتراكشن فورس بتاعته قويه جدا؟ قال لك عندي حاجه من اتنين، يا اما اعمل انكريز للنمبر اوف كويل تيرنز، يعني ازود عدد اللفات اللي ملفوفه على الروت ايرن، او ان انا استخدم ايه؟ ازود عدد الباتريز، ازود عدد البطاريات اللي انا مستخدماها. ليه؟ هو انا لما ازود النمبر اوف باتريز ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الانتنسيتي اوف ذا الكتريك كارنت هيحصل لها كمان انكريز، يعني شده التيار اللي هيحصل، الكهرباء اللي معديه هتبقى كميتها كبيره، فبالتالي هيخلي الماجنت بتاعي فيري سترونج او الالكترو ماجنت بتاعي فيري سترونج. يبقى انا لو عايز ازود الماجنتيك فورس بتاعه الالكترو ماجنت عندي حل من اتنين، يا اما اعمل انكريز للنمبر اوف كويل تيرنز، او اعمل انكريز للنمبر اوف باترز. تمام كده؟ ده بالنسبه ل
الالكتروماجنت بيتكون من ايه؟ طيب هو الناس اول ما ابتدت تخترع الالكتروماجنت او تعرف الابيليتي بتاعه الالكتروماجنت تو اتراكت ماتيريالز استخدمته في ايه؟ قال لك اول حاجه استخدمته في حاجه اسمها بيج سايزد وينش او بنسميها كرين. بيج سايزد وينش او كرين زي ما انتم شايفين الوينش ده او الكرين ده بيبقى متوصل باخره الكتروماجنت. الالكتروماجنت ده اول ما هيبتدي الراجل يدور الـ 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 يوصل الالكتريستي من البطاريه طبعا بتاعه او الباتري بتاعه الونش هيوصل الالكتريستي لايه؟ للالكتروماجنت اللي متعلق فيها. طيب ايه اللي هيحصل لما اوصل للالكتروماجنت الكتريستي؟ هيظهر الماجنتيك افكت بتاعه. فبالتالي لو قربته من ايرن بلوكس اللي هي قطع حديد حجمها كبير مثلا وانا عايز اشيلها او قربته مثلا من عربيات قديمه اللي هيحصل انه الالكتروماجنت ده اللي هو تمبرري ماجنت هيعمل اتراكت للايه؟ للحاجات اللي مصنوعه من الايرن اللي هي الايرن بلوكس دي بيستخدموها في المصانع الكبيره. طيب انا خلاص شلته عايزه انزله بقى عشان انا نقلته في المكان التاني هبتدي اعمل كات للالكتريك كارنت اللي متوصل بالالكتروماجنت يعني هقطع الالكتريستي عن الالكتروماجنت. في الحاله دي هيرجع عادي جدا ومش هيبقى ليه ماجنتيك افكت فبالتالي اقدر انقل بيه الايرن بلوكس بتاعتي في المصانع الكبيره. طيب ايه كمان اقدر استخدم فيه الالكتروماجنت؟ قال لك الالكتروماجنت ده موجود في ديفرنت ديفايسز من اللي موجوده عندي في البيت زي مثلا الالكتريك بيل اللي هو الجرس بتاع البيت بتاعنا عباره عن او في جواه الكتروماجنت او مثلا الالكتريك ميكسر اللي هو ده. طيب ايه كمان؟ الديسك درايف اللي هو الدرج اللي بيتحط فيه الديسك او اللي هي السي دي الدرج نفسه ده فيه الكتروماجنت. التلفزيون كمان اللي بنتفرج عليه فيه الكتروماجنت. يبقى الالكتروماجنت كان عباره عن اكزامبل عن تاثير او الماجنتيك افكت بتاع الالكتريك كارنت او الالكتريستي. يبقى انا قدرت دلوقتي باستخدام الالكتروماجنت ان انا احول الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي. بالالكتروماجنت قدرت اعمل تشينج للماجنتيك سوري الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي حولت الالكتريستي لماجنت حولت الالكتريستي لماجنت. ده بالنسبه لاول كيس اللي هو الماجنتيك افكت اوف ذا الكتريك كارنت. طب تعالوا نشوف العكس. العكس بقى ان انا لو انا عندي ماجنت اقدر اطلع منه الكتريستي ولا لا؟ انا اقدر اطلع من الماجنت الكتريستي. ليه؟ علشان الماجنتيك فورس ليها الكتريك افكت او I can generate electricity from the magnet او from the magnetic energy. طيب ازاي؟ اول واحد عمل ديسكفر للفكرة دي كان ساينتست اسمه فارادي. فارادي اكتشف ايه؟ فارادي اكتشف ان انا لو عندي كوبر كويل برضو يعني عبارة عن الكتريك واير ملفوف على شكل كويل وابتديت احط جواه ماجنت زي ما احنا شايفين لو ابتديت اعمل ماجنتيك سوري ابتديت اعمل ميكانيكال انرجي للماجنت ده يعني لو ابتديت احرك ميكانيكال يعني هيبقى في موشن احرك الماجنت جوه كبر كويل هلاقي انه هيطلع او هيعدي في الكبر كويل ده الكتريك كارنت. طب انا ما بشوفش الالكتريك كارنت بعيني اللي هي الكهرباء اللي ماشيه جوه الالكتريك واير. طيب هثبتها ازاي؟ قال لك لو وصلنا الالكتريك كارنت ده او التو كبر كويل او الكبر كويل ده يعني وصلته بلامب واللامب دي بقت لايتد نورت ده معناه ان في الكتريستي وصلتها صح كده؟ طيب فهو راح عامل ايه؟ جاب ماجنت وحركه او عمل ميكانيكال انرجي جوه الكبر كويل لقى ان اللمبه دي هتبقى لايتد هتنور ده معناه ان في الكتريك انرجي جنريتد. الالكتريك انرجي هل عندي باتري مثلا او انا حطيت الكويل ده او الكبر كويل ده في فيشه؟ لا. جت منين الالكتريستي؟ جت من الميكانيكال انرجي اللي انا اديتها للماجنت يعني ان انا عملت حركت الماجنت جوه الكبر كويل. فده مثال على تاثير الايه
الماجنتيك انرجي ازاي نقدر نعمل منها جنريت للالكتريستي. طيب احنا اتفقنا ان الديفايس اللي بيحول لي الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي اسمه الكترو ماجنت، تمام كده. طب اللي بيعمل العكس، اللي بيحول لي الميكانيكال انرجي اللي انا بديها للماجنت بيحولها لي الالكتريك انرجي لكهرباء، الجهاز ده اسمه دينامو او الداينامو، طيب، او بيسموه كمان الالكتريك جنريتور. الالكتريك جنريتور ده كانت فكره الساينتست اللي اسمه فارادي. فكرته ايه؟ فكرته انه بيحول الميكانيكال انرجي او الكاينيتيك انرجي، الاثنين بنفس المعنى، ان انا بعمل موشن للماجنت ده، لو الماجنت بتاعي موفز انسايد ا كويل هيعمل ايه؟ هيعمل جنريت للالكتريك انرجي، جنريت للالكتريك انرجي يعني هيطلع لي الكتريستي. طيب فبالتالي لما يجي يسألني what happened when you move the copper wire connected with a meter up and down between two poles of the magnet، ايه a meter ده يا مس؟ a meter ده عبارة عن device بيقيس وبيه intensity of the electric current. يعني لو انا عندي battery مثلا عايز اعرف هي فاضية ولا مليانة بوصلها بالاميتر ده، الاميتر يقول لي لو حصل برضو ديفليكت للمؤشر بتاعه البوينتر بتاع الاميتر ده معناه ان في الكتريستي بتعدي فين او موجودة جوه الباتري. طب نفس الفكرة لو انا عندي الكتريك واير سلك كهرباء ووصلته بالاميتر وحصل ديفليكت للبوينتر ده معناه ان في الكتريستي معدية فيه. فهو بيسألني لو انا عندي اميتر وصلته بايه؟ بالكتريك واير او كابر واير سلك كهرباء، وجوه الكبر واير ده انا بعمل ايه؟ بحرك ماجنت او بحرك الكبر كويل نفسه. هو المهم ان يبقى فيه ميكانيكال انرجي او كاينيتيك انرجي، يعني يا اما احرك الكبر كويل او احرك الماجنت. ايه اللي هيحصل للاميتر؟ الاميتر ده هيتحرك، يعني فيه الكتريك كارنت هيعدي ولا لا؟ اللي هيحصل فعلا ان البوينتر بتاع الاميتر ده هيحصل له ديفليكت، يعني هيتحرك. ليه؟ due to the passing of electric current، يعني ده معناه ان الالكتريك كارنت هيعدي. جاي منين الالكتريك كارنت؟ جاي من الكاينيتيك انرجي اللي انا اديتها للماجنت او حركت كمان الكبر كويل، تمام كده؟ جميل. طيب الدينامو بتاعي ده في منه تو تايبس، في نوع سمول دينامو وفي نوع هيوج دينامو. طيب من اسمهم كده، السمول دينامو ده حاجه انا بستخدمها علشان اطلع منها كميه الكتريستي قليله. طيب الهيوج دينامو دي بتستخدم في المصانع الكبيرة او في حاجة اسمها الالكتريك باور ستيشنز. الالكتريك باور ستيشنز، ايه الالكتريك باور ستيشنز دي؟ دي اللي هي المحطات اللي بتطلع لنا الكتريستي وبتبتدي توصلها لنا للبيوت عشان البيوت تنور او المصانع او المدن وهكذا. طيب تعالوا نتكلم الاول عن السمول دينامو. السمول دينامو ده لو حد كان عنده عجلة والعجلة دي فيها مثلا كشاف، هتلاقي ان الكشاف بتاع العجله ده ما بينورش الا لما تبتدي تبدل او ان العجله تتحرك. طب ده ليه؟ قالك عشان متركب فيها اللمبه، واللمبه والعجله متركب في اللمبه اللي في العجله يعني متركب فيها ايه؟ سمول دينامو. طب السمول دينامو ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من سمول سلندر كونكتد ويز يو شيبد ماجنت او هورس شو ماجنت which is surrounded by كويل، يعني في يو شيبد ماجنت حواليه كبر كويل، وايه واليو شيبد ماجنت ده متوصل بايه؟ بسمول سلندر. طب السمول سلندر دي فين؟ السمول سلندر دي اتاتشد بالايه؟ بالعجله نفسها اللي هي الكاوتش بتاع العجله يعني بتاع البايسكل. طيب ايه بقى اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت اول ما هتبتدي تبدل العجلة او الكاوتش بتاع العجلة هيبتدي يحصل له موشن، يتحرك. طيب لما يتحرك هيخلي السمول سلندر دي كمان تتحرك. طب لما السمول سلندر دي تتحرك وهي كونكتد باليو شيب دي ماجنت، اليو شيب دي ماجنت هو كمان هيتحرك. فلما تخيلنا كده، لو تخيلنا ان عندي ماجنت بيتحرك جوه كويل، ايه اللي هيحصل؟ برافو عليكم، هيحصل جنريت للالكتريستي. الجنريت للالكتريستي دي يعني هيطلع لي الكتريستي اللي هي اوريدي الكويل ده متوصل باللامب اللي موجوده في البايسكل، فبالتالي هيحصل لايتنينج للبايسكل بلب اللي هي اللمبه اللي موجوده جوه اللي موجوده في العجله، فبالتالي اللمبه هتنور وانا ايه؟ ببدل بس. اول ما اوقف تبديل او يعني اول ما اوقف الكاينيتيك انرجي
اللي هيحصل ان اللامب دي هتبتدي ايه تطفي. ليه؟ علشان ابقى انا كده ابقى عملت اما وقفت الكاينيتيك انرجي اللي هي الحركه بتاعت اليو شيبد ماجنت. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان ما بقاش فيه الكتريك كورنت ماشي في في الكويل في الكبر كويل ده، فبالتالي اللامب مش هتنور. دي فكره السمول دينامو. طب ايه فكره الهيوج دينامو؟ الهيوج دينامو دي برضو عباره عن جريت كويل تيرنز بتوين تو بولز اوف ا هيوج ماجنت. يعني انا عندي تو هيوج ماجنت في النص بينهم في ايه؟ في برضو جريت كويل تيرنز، يعني كبر كويل كبير جدا، ما هو هيوج ماجنت. طب ايه اللي هيحصل؟ مين هنا بيتحرك؟ اللي بيتحرك الكويل برضو او الماجنت على حسب. طيب يبقى انا في كل الاحوال محتاجه حاجه تتحرك، لان الدينامو بيحول لي الكاينيتيك انرجي انتو الكتريك انرجي. طيب في بقى انواع كتير من الهيوج دينامو على حسب او على يعني في انواع من الالكتريك باور ستيشنز اللي هي محطات توليد الكهرباء، على حسب هي بتولد الكهرباء او بتعمل جنريت للالكتريستي عن طريق ايه. عندي مثلا الويند الكتريك باور ستيشنز. ايه الويند الكتريك باور ستيشنز دي؟ الويند الكتريك باور ستيشنز دي بتبقى عباره عن انا في كل الاحوال محتاجه حاجه تحرك لي الهيوج ماجنت دي عشان تعمل جنريت للايه؟ للالكتريستي. طيب اللي بيحرك لي الهيوج ماجنت ده هي الويند. تبقى حاجات كبيره كده عامله زي الفان كبيره جدا، اول ما يجي ويند او اللي هي حركه الاير دي، الاير بيتحرك فيخلي الحاجات الفانز الهيوج فانز دي كبيره تتحرك. فلما تتحرك هي كونكتد بايه؟ كونكتد بالهيوج ماجنت، فبالتالي الهيوج ماجنت هيتحرك جوه ايه؟ الكبر كويل، فبالتالي هيعمل جنريت للالكتريستي. طيب في نوع تاني اسمها ثيرمال الكتريك باور ستيشن. ايه الثيرمال الكتريك باور ستيشن دي؟ عن طريق ان انا يبقى عندي مثلا حاجه فول، اي نوع من انواع البنزين مثلا. البنزين ده لما يبتدي يعملوا له بيرنينج هيحرقوه، فهيعمل هيتنج لتنكات كبيره جدا فيها ووتر. الميه لما تغلي هتطلع ستيم او بخار، البخار ده هو اللي هيحرك حاجه برضو عامله زي الفان، هتحرك لي الماجنت، فبالتالي برضو هينتج عنها جنريت للالكتريستي. طيب ثالث نوع من انواع الالكتريك باور ستيشن اسمها نيوكليير الكتريك باور ستيشنز. يعني ايه نيوكليير؟ يعني ناتجه عن نيوكليير رياكشنز، يعني يحصل كيميكال رياكشنز ينتج عنها هيت، فالهيت برضو هي السبب اللي هتخلي لي انه يحصل كاينيتيك انرجي تحرك لي الهيوج ماجنت، وبالتالي ينتج عنها جنريتنج للالكتريستي. طيب انا بستخدم الهيوج دينامو او الالكتريك باور ستيشنز دي في ايه؟ قال لك ان هي تعمل لي جنريت للالكتريستي علشان انا محتاجه منها بقى ايه كميه الكتريستي كبيره تعمل لايتنينج للسيتيز، مدن بحالها، او اوبريتنج فاكتورز، او تشغل لي مصانع برضو ضخمه كبيره. تمام كده؟ يبقى الهيوج دينامو انا بستخدمه في الالكتريك باور ستيشنز على حسب نوعها، وكل واحده فيهم الهدف منها ان هي تطلع لي الكتريستي. تمام كده؟ طيب ازاي بقى زي ما قلنا ازاي نزود الماجنتيك افكت بتاع الالكترو ماجنت؟ قلنا هنستخدم انها هنزود النمبر اوف باتريز، وكمان او ان احنا نزود النمبر اوف كويل تيرنز. طيب هنا برضو ازاي ازود الالكتريستي اللي هتطلع من الدينامو؟ برضو عندي اول طريقه زي الالكترو ماجنت، ان انا اعمل انكريز للنمبر اوف تيرنز ان ذا موفينج كويل. يبقى هزود برضو عدد اللفات بتاعه الكويل. دي طريقه. تاني طريقه ان انا اعمل يوزنج السترونج ماجنت، استخدم سترونج ماجنت. سترونج ماجنت استخدم ماجنت قوي جدا علشان يساعدني ان هو يعمل جنريت للالكتريستي. في طريقه ثالثه ان هي ان انا اعمل موشن فيري فاست، ان انا احرك الحاجه سواء السترونج ماجنت او الكويل احركها بسرعه اكبر، ازود السبيد بتاعه الكاينيتيك انرجي دي. تمام؟ فده هينتج عنها برضو الكتريستي بكميه اكبر، او الدينامو هيطلع لي هيعمل لي جنريت للالكتريستي بكميه اكبر. ده بالنسبه لاستخدامات الدينامو والالكترو ماجنت. تمام كده؟ كده احنا النهارده اتكلمنا عن الريليشن بتوين الكتريستي
and magnetism وعرفنا ايه هو اسم الديفايز اللي بيحول لي الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي وقلنا ان هو الالكترومغنت وتاني ديفايز اللي بيعمل العكس اللي هو بيحول لي الكاينتيك انرجي اللي ناتجة من الموشن او الكاينتيك انرجي بتاعة الماجنت ان انا احرك الماجنت ده هيحول لي الكاينتيك انرجي انتو الكتريك انرجي يعني هيحصل جنريت للالكتريستي باستخدام الدينامو ان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي في ليسون جديد في يونت 2 ان شاء الله السلام عليكم